تتقدم مجلس نقابة محامين المنيا بصفة خاصة ومحامين ومحاميات مصر بصفة عامة إلى السيد الأستاذ عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بخالص التهنئة وخالص التبريكات، أعانك الله على هذه المسؤولية. فمن قبلك جلس فقيه أثر في قلوب المصريين عامة وأثر في قلوب الوطن العربي بصفة عامة، أعانك الله على هذه المسؤولية. إنها مسؤولية جلل، ونعلم جيدا يا سيادة النقيب أنك أهلا لذلك. نحن معك ونؤيدك وندعمك ما دامت الجمعية العمومية قالت كلمتها. فنحن لك ونحن معك وأمامك في كل قرار من أجل رفعة هذه المهنة. لن نطيل على حضراتكم، ولكننا نقول عليك بتقوى الله إن كنت غافلا. يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري، فكيف تخاف الفقر والله رازق؟ فقد رزق الطير والحوت في البحر. من ظن أن الرزق يأتي بقوة، ما أكل العصفور شيء مع النسمة. تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ كم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر. كم من فتى أمسى وأصبح ضاحقا وأكفانه تنسج وهو لا يدري. تزول عن الدنيا، تزول عن الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر؟ فمن عاش ألفا وألفين فلا بد من يوم يسير فيه إلى القبر. وفقك الله وسدد خطاك على الحق، ونحن معك ونحن معك، وربنا وفقك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.